السلام عليكم. هاشم البسطاوي يعود من جديد، يقصف ولا يبالي على كل من ينتقده، وهذه المره صوفيا طالوني والصحفي صامد غيلان والمغني امينوكس، ورد عليهم رد قاسي. خليكم معنا ونسمعوا جميع الاخ هاشم البسطاوي شنو قال. داك الصحفي ديال دوزيم ركب على الموجه، غير طلع غير شاف ستوري خرج دار هذيك المساله تيشرح فيها عقاب من شكون اللي قال عقاب. انت بعدا الحاس ديال دوزيم ما يمكنش تهضر على هذه المساله ديال الدين، ما يمكنش تجي تقري واحد الانسانيه، واحد خلالك دوزيم وقال لك بغيت طريق الله وتجي تباقي كتبكي باش يرضاو عليك دوزيم. مني قلت مني قلنا عليك وانت كتبكي باش دوزيم يلقاو لك شي برنامج وكذا تيعطيوك هذاك الشيء المسابقات والاجيال، كبرتي لنا اجيال كلشي مشكرف. ما يمكنش تجي تقرينا انت الانسانيه وانت كتبوس لسليم الشيخ يديه والعريش يديه، ما يمكنش اصاحب، امبوسيبل. هاد الجوج حوايج ما كيتجمعوش. اخرج تقول الدين كيوت، انت يا تاع العلاقات الرضائيه قلتي لبنادم لا خصكم تدخلوا سوق راسكم، استخسرتي في بنادم حتى يقول لا على العلاقات الرضائيه. هذا ماشي الحيس، هذا ماشي باش ترضى عليك دوزيام، هذا ماشي دين كيوت. كتستغل العيبات مره في الدين باش تبان راه لا راه الوسطيه، لا الوسطيه في الدين ماشي ديالك، وسطيه عند العلماء السلف وعند الفهم ديالهم وكذا. ما غاديش انت يا بدوزيام ديالك تورينا احنا الدين، ما يمكنش. امينوكس اهبيل جبدني انا، انت اهبيل اصاحبي، اسحب لك الرحمه الله يا ستار لايت ولا ما عرف شنو هذاك الشيء، اسحب لك الرحمه الله يا فاش كيدوروا لك اللجنه ديال ذا فويس كاملين. او سيدي ربي كيبغيني. لا لا الرحمه الله في القران، وما نرسل بالايات الا تخويفا. اما سميتو داك صوفيا طالوني ولا هذاك الشيء، اسحب لكم ندخلوا معكم لهذا العالم. صوفيا طالوني بعدا راه زعما درتي فيديو كتسب وداك الشيء سبان خيب باش تجرح بنادم، زعما داك السبان الخيب بحال شاد عليه شي دليل وفي الاخر ما بان الفيديو احمق ما كتسب وصافي. تشفيت انايا الرئيس ديال السبليون ما تشفاش في ضحايا الحوز، ويجي واحد اعتزل المركز السينمائي واعتزل مهرجان مراكش يجي تشفى في ضحايا الحوز، كيجمع هالمخ هادي. وانت مني بغيتي تسبني السي صوفيا طالوني، السي لالا صوفيا طالوني، مني بغيتي تسبني في مقطع قول لي غير سيرا صوفيا طالوني، انا غنتقلق حيت راه صوفيا طالوني ولات معيوره اصاحبي. راه الا بغيتي تقلق شي واحد كتقول ليه سيرا صوفيا طالوني، عندي باش نرد عليك اصاحبي. ما كان ماشي نفس اللعيبه، ماش كاين شي واحد كيفتخر بصدره مؤخره وتيقولك حقوقي والصفحات كينفخوا ليه في الباره وكتلقى فيه الخير اكثر من بلاد. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. راه واخا دير الخير بنيفك، العلماء ديال الدنيا والدين كيديروا الخير وتيصلي ويقولوا يا ربي قبل لينا هذا الخير هذا. وكيف العاده هاشم البسطاوي كيقسم اراء المغاربه على جوج، طرف مؤيد ليه والافكار وارائه وانتقاداته، وطرف ضد اي حاجه كيقولها وكينتقدوا في كل خرجه. وانتم شنو بالكم في هذه الخرجه الاخيره والرد ديالو على منتقديه؟ ما تبخلوش علينا بارائكم وخليو لينا لايك وتابعونا باش نتناقشوا مع بعضنا على كل ما يهم مواضيع الساعه.